كل حال راكم تشوفوا بالرغم من محاولات عده لزرع كل الالغام كل اصناف الالغام في الحيرات لكسر هذه الديناميكيه تاع الشعب الجزائري لقيام دوله القانون. اكيد ان المرحله الانتقاليه هي احسن وسيله لتكريس مطالب الشعب في التغيير الجذري ولقيام دوله القانون. في كل دول العالم التي عرفت تحول سياسي مرت بمرحله انتقاليه. اليوم النظام يريد ان يزرع الالغام، واعطني امثله عده. يريد النظام ان يعطي الانطباع ان هذا الحراك مدبر من الخارج، ويبعث بمذكرات القاء القبض على احرار. يريد ان يعطي الانطباع ان الحراك مدبر من الخارج. هذا الحراك مدبر من طرف الشعب الجزائري الذي يريد الاستقلال، الذي يريد ان يبني بنفسه دولة القانون. وهذا الناس سواء عبد الله محمد او امير ديزاد او العربي زيتوت او هشام عبود، قد نختلف معهم في بعض المسائل السياسية، قد نختلف معهم في بعض الطرح السياسي، ولكن العملية التي تقوم بها السلطة الجزائرية لجعل أحرار إرهاب ولإلصاق تهم مرتبطة بالإرهاب، وهم مناضلين أحرار خرجوا في إطار الحراك وبقوا وفيين للحراك وفياء للحراك، سمع اليوم مساندة قوية من الشعب الجزائري، بالرغم من أن في بعض الأحيان قد نختلف في المسائل السياسية. أنا والعربي زيتوت ننتمي إلى تيارات سياسية مختلفة، نختلف في مسائل عدة، ولكن عندما يأتي النظام ويزرع الألغام ويحول أحرار شرفاء إلى الإرهاب، هذا لا يقبل، الشعب الجزائري لا يقبل. وخاصة وأن عندما نرى صحفيين أحرار ويقوم النظام ببعث بمذكرة القاء القبض عليهم، ولكن الناس اللي قاموا بجرائم سياسية، جرائم اقتصادية، جرائم بكل أنواعها، يتمتعون سواء هنا في الجزائر باللا عقاب، بأريحية، بحرية، وخاصة في الخارج. أكيد أن اتضحت الأمور اليوم أن فرنسا الرسمية متواطئة مع النظام الجزائري. أين هي الباديسية النوفمبرية التي كنتم تتغنون بها؟ أين هي الباديسية النوفمبرية التي كنتم تتغنون بها؟ اليوم تبينت الأمور أن الأحرار الشرفاء ليحبوا الجزائر حقا من قناعة سياسية من القلب يحبون الجزائر، ينزلون كل يوم الثلاثاء وينزلون كل يوم الجمعة من أجل التغيير ومن أجل قيام دولة القانون. أكيد أن الشعب يحبه كريم طابو، الله أكبر كريم طابو.